السلام عليكم، نحن عقود مفوضية انتخابات العاملين بصفة عقد انتخابي، نطالب بتحويلنا إلى عقود تجميلية وتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 284 الفقرة الثانية الخاصة بتحويلنا من عقود انتخابية إلى عقود تشغيلية بموجب قرار 315 أسوة ببقية الوزارات وأسوة بزملائنا. شاكرين لكم سعيكم وتعاونكم في إنصاف هذه الشريحة المظلومة التي أشاد بعملها الجميع. للعلم تم تبليغنا يوم أمس بعدم الدوام في مراكزنا ولا نعلم ما هو السبب. لذلك نريد توضيح من مجلس المفوضين السيد القاضي المحترم الأستاذ جليل، وشكرا لكم.